أنا فعلا كذبت على أمي لما قالت وينك، قلت في الشركة، كنت مع سوسو البيبي، زواج بستانس، بغير مود حياتي. في يوم دقت علي أمي قالت لي وينك، قلت لها في الشركة، إلا وقالت لي أنا في الشركة. ها في الشركة توظفت يا أمي، صايرة مديرة وأنا ما أدري يعني ليش رايح الشركة الله يهديك. والله تلاثمت ما عرفت إيش أقول. تدرون وش المشكلة؟ المشكلة أنه اللي يكذب لازم يعوض الكذبة بكذبة ثانية، وإذا حس أنه بينكشف حتى في الحياة العامة لا بيكذب الكذبة الثالثة والرابعة والخامسة ويمكن المية. فيا ليتني من البداية ما كذبت ولا توهت نفسي، بس وش يسوي القلب وما يهوى. الله يستر في الأخير لا تكثر الكذبات وبعدين ألقى نفسي في زاوية ضيقة وانكشف. عاد إذا انكشفتم وش راح تسوي؟ والله يا أنها بتجيب فينا العيد، لكن الله يعين، والله الله يعين.